من المهم جدا التنبيه إلى جملة من الأمور. الأولى منها مراعاة الحفاظ على جداول التفويج، جداول تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات، وسبق التنويه إلى أن هذا كتيب وزع على كافة ممثلي بعثات الحج من الخارج وعلى حملات حجاج الداخل. التقيد ببرامج التفويج الموضوعة في هذا الكتيب أمر في غاية الأهمية، أولا لأنه يحافظ على معدلات خروج سليمة وآمنة، وبالذات احترام ساعات الحظر في غاية الأهمية.